محمد علي، هسألك سؤال عن التصوير تجاوبه في دقيقة واحدة. يعني ايه ايزو؟ الايزو او الاي اس او هو حساسية اي كاميرا ديجيتال للاضاءة اللي حواليها، وعادة الكاميرات وهي بتنتج بيكتب لك عليها كده هو الرينج بتاعها قد ايه عشان انت تقدر تحركه كمان او تقدر تغير فيه. دايما الكاميرات مثلا بتبدأ من اول 50 او 100 لغاية 6400 وممكن اكتر 12800 وهكذا. كل ما كان الاي اس او بتاعي اعلى كل ما كانت الكاميرا قادرة تشوف اضاءة اكتر، وكل ما كان الاي اس او بتاعي قليل كل ما الكاميرا مش محتاجة كمية اضاءة اعلى من اللي حواليها فبتشوف اضاءة اقل. وعايز اقولك ان دي نعمة كبيرة جدا ان احنا نقدر نتحكم في الايزو، لان زمان واحنا بنستخدم الافلام ما كانش اسمها ايزو كان اسمها ازا، وكنت محتاجة تجيبي فيلم معين لسيتويشن معين. لو انا هصور بالليل فمحتاج فيلم بالازا بتاعته عالية، ولو انا هصور الصبح فمحتاج ان انا اغير الفيلم واجيب فيلم تاني الازا بتاعته قليلة. ففكرة الرينج اللي موجود في الكاميرات مهم جدا ان انت تسأل عليه وانت بتشتري الكاميرا لو انت بتتحط في سيتويشنز مختلفة للاضاءة.